مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو التعليمي لبرنامج الفوتوشوب. سنتطرق من خلال هذا الفيديو إلى شرح طريقة تصميم اللوجو وكذلك طريقة عمل تأثير النيون عليه. وقبل أن نبدأ في الشرح أشكركم على تعليقاتكم المحفزة لنا والتي لها دور كبير في استمرارية قناتنا في نشر المزيد من الفيديوهات التعليمية. كذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة لأن هناك إحصائية تفيد بأن أكثر من 80% من مشاهدي القناة غير مشاركين. إذا لنبدأ في الشرح، وأولا قوموا بتحميل صورة هذا الحائط، رابط تحميلها في وصف الفيديو لأننا سنحتاجها في هذا الشرح. إذا سنضغط على Create New، بعد ذلك نضع 2500 وهنا 2000، ثم نضغط على Create. بعد ذلك سنقوم بتحديد أداة Rectangle Tool ونضع أي لون نريده، مثلا اللون الأزرق، ثم نقوم بالضغط على Shift، ثم نقوم برسم الشكل Shift من أجل الحفاظ على الطول والعرض، يكون كبير نوعا ما. بعد ذلك سنقوم بوضعه في الوسط. كيف تظهر هذه يعني الخطوط الوهمية؟ فقط عن طريق View ثم Show ثم تقوم بالضغط على Smart Guides. بعد ذلك سنضغط على Ctrl T للتحديد، وهنا سنقوم بوضع 45 درجة بهذا الشكل ثم Enter. نضغط على Ctrl T، نقوم بتصغيره قليلا بهذا الشكل ثم نضغط على Enter. بعد ذلك سنقوم بحمل سطر من هنا بهذا الشكل. لإدارة هذه الخاصية تقوم بالضغط على Ctrl R. بعد ذلك سنقوم بتحديد Rectangular Marquee Tool ونقوم بتحديد الشكل الأفقي من هنا، يعني المثلج الأفقي، ثم نقوم بتحويل الطبقة عن طريق Rasterize Layer، ثم نضغط على Delete. نضغط على Ctrl D لإلغاء Selection و Ctrl H لإخفاء هذا الخط الوهمي. الآن نضغط على Ctrl T، نقوم بوضعه في الوسط بهذا الشكل، ثم نضغط على Shift Alt بهذا الشكل للتصغير من الجانبين. نضغط على Shift ثم Alt بهذا الشكل ثم نضغط على Enter. الآن سنقوم بالتكبير عن طريق Ctrl زائد. نقوم بالضغط على Ctrl ثم تحديد التامبلر الخاص بهذا الطبقة حتى يظهر لنا Selection على هذا الشكل، ثم نضغط على Select Modify ثم Contract بهذا الشكل، ونضع مثلا 60 بيكسل أو نضع أكثر، مثلا نزيد في الكونتراكت. إذن المجموع 100 بيكسل. الآن نضغط على Delete لحذف ما هو داخل، نريد أن نحافظ على الستروك فقط الخاص بهذا الشكل. الآن نقوم بتحديد Rectangular Marquee Tool ثم نقوم بالتحديد من هنا بهذا الشكل لتحديد هذا المستطيل، ونضغط على Ctrl G لنسخه في طبقة، يصبح لديه طبقة لوحده، ثم نضغط على Ctrl T ونقوم بوضعه هنا بهذا الشكل. نضغط على Shift ونقوم بتمديده، عمل له امتداد إلى طول هذا المثلج بهذا الشكل، ثم نضغط على Enter. الآن سنقوم بالضغط على Ctrl من الكيبورد ونقوم بتحديد الشكل الأول لعمل Selection على هذا الشكل. نقوم بإخفاء هذا الريكتانجل الذي قمنا بعمل له Selection لأننا نريد فقط التحديد، ثم بأداة الريزر تول وأداة الممحات. إذن نضغط على Ctrl Shift I لعكس Selection، ثم نقوم بحذف هذه الجوانب، ثم Ctrl D لإلغاء Selection، ونقوم الآن بإظهار الطبقة الأولى. الآن سنقوم بعمل Selection مرة أخرى على هذا الشكل الأول، ثم Select Modify ثم نقوم بالضغط على Expand وليس Contract. الآن نقوم بعمل امتداد للسيليكشن ونضع في البيكسلز حوالي 30. هذه البيكسلز هنا يعني الأرقام ليست ثابتة، يعني أنت ورؤيتك للوجو. إذن هكذا أفضل. سنقوم بتحديد اللاير من هنا ثم بأداة الإريزر تول سنقوم بالإخفاء بهذا الشكل، ثم نضغط على Ctrl D لإلغاء Selection. الآن سنقوم بالضغط على Ctrl ليس على الشكل الأول وإنما الشكل الثاني، ثم Select Modify Expand ونضع 30 بيكسل، نفس
المهم أن يكون نفس الرقم الذي عملناه هنا، ثم أوكي. الآن نقوم بتحديد الشكل الأول، ثم نقوم بالإخفاء من هنا بهذا الشكل، ثم Ctrl D لإلغاء السلكشن. في الأخير سنقوم بالحصول على هذا اللوجو. الآن نضغط على Ctrl E لدمجهم في طبقة واحدة، ونقوم بعمله باللون الأبيض عن طريق Ctrl، ثم نضغط على D لاختيار اللون الأسود واللون الأبيض هنا، ولعكس الألوان عن طريق X كما تلاحظون يتم تغيير الألوان، ثم نضغط على Alt Backspace، Ctrl D لإلغاء السلكشن. أو إذا أردت فقط قم بعمل من هنا Color Overlay واختر اللون الذي تريده. إذن الآن سنقوم بفتح مستند جديد، هذه المرة سيكون 1920 في 1080، ثم نضغط على Create. الآن سنقوم بإضافة صورة هذا الحائط هنا، ثم نقوم بالتكبير عن طريق Alt بهذا الشكل، أفضل أن يظهر بهذا الشكل. أنتم قوموا بعمل أبعاد التي تريدونها حسب رؤيتكم لهذا اللوجو. الآن سنقوم بحمل هذا اللوجو إلى هذا البروجكت بهذا الشكل، ثم Ctrl T كالعادة Alt للحفاظ على الطول والعرض، نقوم بإنقاصه قليلا ثم Enter، نحاول أن نضعه في الوسط بهذا الشكل عن طريق View Show ثم Smart Guides حتى تظهر هذه الخطوط الوهمية. إذن هذه الطبقة نضغط مرتين هنا ونسميها Logo مثلا من أجل تنظيم العمل. الآن سنقوم بتحديد خلفية الحائط، بعد ذلك عن طريق Adjustment ثم Hue and Saturation من أجل إنقاص في التشبع اللوني. إذن سنقوم بتحديد هنا اللون الأحمر، بما أن الحائط يميل إلى اللون الأحمر قليلا في الريتس، ثم في الساتوريشن سنقوم بالإنقاص قليلا بهذا الشكل حوالي ناقص 50. إذن لاحظوا الفرق. الآن سنقوم بإضافة كل شيء فوق الباكجراوند وليس فوق اللوجو. إذن الآن Adjustment، بعد ذلك Exposure، ثم نقوم بإنقاص الإكسبوجر قليلا حوالي هذه القيمة، ونقوم بتحديد الماسك من هنا، ثم بأداة البراش تول في الهاردنس تكون 0%، يعني براش تكون ناعمة. سنقوم بالإنقاص قليلا، ثم بما أن الماسك باللون الأبيض فاللون الأسود للإخفاء، نقوم بالعكس عن طريق X. لا تنسوا هنا الأوباسيتي أن تكون 100%، تم بهذا الشكل حتى تكون يعني اللون الأسود يكون فقط في جوانب هذا اللوجو. الآن نقوم بتحديد Adjustment، بعد ذلك Levels، ومن هنا سنقوم بتحريك هذا السلايدر حوالي 179. الآن نقوم بتحديد Adjustment ثم Solid Color، ونقوم بتحديد اللون الأسود، ونقوم بوضع في الأوباسيتي 50%، ثم نقوم بتحديد يعني الماسك الخاص بهذا التأثير، ثم بالبراش تول سنقوم بالإخفاء التأثير من هنا، ثم نفس الشيء نقوم بعمله Adjustment ثم Solid Color، نقوم باختيار اللون الأسود، نقوم باختيار الماسك وبالGradient، نقوم باختيار هذا البريزيت ويكون اللون الأبيض في الفورجراوند واللون الأسود في الباكجراوند، ثم نقوم بعمل ونضع في الأوباسيتي 80% حتى يظهر اللون الأسود من هنا. الآن ننتقل إلى طبقة اللوجو، يا إما أن نضغط مرتين بهذا الشكل حتى تظهر قائمة اللاير ستايل، أو نأتي إلى هنا بهذا الشكل. أول شيء سنقوم باختياره وهو الإينر جلو. إذن في البلند مود نورمال أوباسيتي 100% والنويز 0، هنا تختار اللون الأزرق الفاتح عن طريق التحديد هنا، وهنا في السوفتر ايدج ونضع 0%، في التشوك وهنا في السايز 32. الآن ننتقل إلى الأوتر جلو بهذا الشكل، في البلند مود نورمال والأوباسيتي 100%، نويز 0، هنا في نضع 0 في السبريد والسايز تقوم بوضع 13. الآن نأتي إلى الدروب شادو هذا الشكل، يمكنكم إيقاف الفيديو ونقل تلك الأرقام. إذن نضع Multiply والأوباسيتي فقط 75،
والزاوية حسب ما تريدون إظهار الشادو. إذا كما تلاحظون الشادو يظهر على اللوجو. إذا في distance و spread و size يمكنكم التحكم بها، ليست هناك يعني أرقام ثابتة، يعني حسب رؤيتك للشادو الخاص بهذا اللوجو. بعد ذلك تقوم بالضغط على أوكي. الآن سنقوم بنسخ هذه الطبقة، ثم نضغط على يمين الفأرة ثم clear layer style، نريد طبقة بدون layer style. ثم نأتي إلى هنا قائمة layer style color overlay ونختار لون سيان، يعني لون يميل إلى الأزرق، الأزرق الفاتح. نقوم بوضع خلف هذه الطبقة. بعد ذلك سنقوم بتحويله إلى smart object بهذا الشكل. نقوم بإخفاء هذه الطبقة، ثم filter blur ثم Gaussian blur بهذا الشكل، ونضع 30 ثم OK. نقوم بنسخ هذه الطبقة Ctrl G بهذا الشكل، ثم إظهار هذه الطبقة. ستلاحظون أنه تم إظهار توهج باللون الأزرق كما تلاحظون. الآن نقوم بالعودة إلى صورة الحائط، ثم Adjustment ثم Hue and Saturation. الآن سنقوم بتحديد Colorize من هنا بهذا الشكل. في الساتوريشن نضع 100% بهذا الشكل، وفي درج اللون الهيو سنقوم بتحديد اللون الأزرق بهذا الشكل، واللايتنس سنزيد في حوالي 16 أو 15 بهذا الشكل. ثم نقوم بالضغط على Ctrl I من أجل عكس الماسك حتى يتحول إلى اللون الأسود، يعني لا يظهر هذا التأثير. وبالبراشول واللون الأبيض سنقوم بإظهار هذا التأثير أينما نريد، يعني هنا في الأوباسيتي يجب أن يكون 100% بهذا الشكل، 100% على اللوجو من هنا في جوانب اللوجو بهذا الشكل. ثم نقوم بإنقاص الأوباسيتي فقط إلى 30%، ونقوم بالتلوين هنا. الآن تلاحظوا أن التأثير في الفيديو يظهر، لكن عندما تقومون بتطبيق هذا التأثير ستلاحظون. إذن يمكنك عودة الأوباسيتي 100% وإظهار مثلا على الأماكن التي يظهر. إذن في الأخير نعود إلى أعلى طبقة من هنا، ثم Adjustment ثم Curves، أداة الكيرفز. نقوم بوضع نقطة من هنا ثم الرفعه قليلا بهذا الشكل، ثم نقطة هنا، نضع نقطة يعني عبر الضغط، ثم تخفضه قليلا بهذا الشكل. إذا ستلاحظون الفرق بهذا الشكل. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، وقمنا بشرح لكم كيفية تصميم هذا اللوجو، وأيضا عمل له تأثير النيون باحترافية. إذا إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، كذلك لا تنسوا بدعمنا بلايك، وأي شيء، أي خطوة غير واضحة في هذا الفيديو قوموا بعملها في تعليق، لأننا نقوم بالرد على جميع التعليقات والتساؤلات المطروحة. إذا إلى اللقاء في فيديو آخر.